يحاول دائما ان يشوفك باجمل صوره. نريد نرجع لهاي النقطه بس وهج عندها شيء. اي انا بس ارد عندي تعقيب يمكن على هاي النقطه. اليوم نجومنا او مو نقول عنهم نجوم يمكن هم في بدايتهم صح. ما عندهم هذا الخبر اللي تتحدث عنه. عفو. اليوم الممثل مجرد ما بدا من اول عمل بلش يطالب بالجوائز، وانت تعرف بنهايه كل موسم رمضاني اكو اكثر من مهرجان يصير، فتبدي هنا الازمه انه منو افضل ممثل، منو افضل مخرج، منو افضل دور ثانوي. يعني اليوم الصبر اللي تحدث عنه احنا بما يخص موضوع الممثلين هو لا طلع باول عمل اليوم يريد يكون افضل بطل، فهذا وين ده يودينا؟ هاي الجزئيه وين ده تاخذنا؟ حقيقه هاي الجزئيه ده تاخذنا الى منطقه الاكتفاء، انه يصل الممثل الى مرحله ليش مو الغرور؟ انه قد اكتفيت، اخذت الجائزه انتهت، وهذا نوع من انواع الغرور. بالتاكيد الممثل هي عمليه مستمره للكشف، عمليه مستمره للبحث، يعني هو بالضبط مثل الملك. الملك حينما يقلد الكرسي ويخاف من الاخطاء التي قد يرتكبها ومن الممكن ان يثور عليه سين وصاد صحيح. وبالتالي هو دائما الملك حذر بان يعطي كل ما هو يفيد الناس، يفيد نفسه، يحصنه فعلا، فهو زين. فهو الملك الذي من الممكن ان يسلب عرشه بسهوله.